ثورة في حب ياسمين عبد العزيز وألاف الدعوات لها بالشفاء العاجل، ده اللي حصل على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت بعد ما أعلن أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز عن خضوعها لعملية جراحية وعن تدهور حالتها الصحية. بعد ساعات قليلة جدا من اللي كتبه العوضي، سيطرت صور ياسمين على السوشيال ميديا وبقى كل الناس بيدعوا لها بالشفاء. لكن الساعات الأخيرة حصل تطورات كبيرة في صحتها، وكشفت مصادر مقربة منها عن تفاصيل مرضها. أهلا بيكون في تغطية جديدة عن النجمة ياسمين عبد العزيز، تابعونا. حابين في البداية نطمن جمهور ياسمين عن حالتها الصحية، خصوصا بعد خروج أكتر من مصدر قريب منها وأكد إنها فائت من الغيبوبة واللي تعرضت ليها بسبب خطأ طبي ما حدش يعرف تفاصيله حتى الآن. ولكن أنباء كتير جدا كشفت عن سبب دخول ياسمين عبد العزيز للمستشفى. المصادر دي أكدت إن ياسمين خضعت لعملية استئصال لتكيس على المبيض. بس خلونا قبل ما نتكلم عن دعم الوسط الفني لياسمين، نتكلم شوية عن إيه أعراض المرض ده ببساطة شديدة. إيه هي أهم علامات الإصابة بتكيس المبيض؟ عدم انتظام الدورة الشهرية، عدم انتظام الإباضة، انخفاض الخصوبة وصعوبة الحمل، وزيادة الشعر غير المرغوب فيه في الوجه أو الجسم، وظهور حب الشباب، الاكتئاب وتقلب المزاج. وللأسف المتلازمة دي بتؤدي للسمنة والإصابة بأمراض القلب. أزمة ياسمين عبد العزيز ومرضها كشف حب الوسط الفني ليها وخوفهم عليها، وتقريبا معظم الفنانين والنجوم استغلوا صفحاتهم وحساباتهم على السوشيال ميديا وطلبوا جمهورهم بالدعاء ليها، ومنهم منى زكي وأصالة وأحمد حلمي والسقا وخالد الصاوي وسمية الخشاب. صدى البلد بتتمنى الشفاء العاجل للنجمة ياسمين عبد العزيز وعودتها لفنها وعائلتها في أسرع وقت. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.